غطاء أمني من الجو على الأرض، آلاف العناصر تنتشر في صحراء كربلاء والأنبار، خطة اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين وصول قوافل الحجاج بيت الله الحرام إلى منفذ عرعر، النقطة الفاصلة بين العراق والمملكة العربية السعودية. إجراءات اختلفت كثيرا في هذا العام على مستوى التفويج والتفتيش. زين وعلى رأسنا. شرفتم. تحيات الله حجي. تحيات مجلس الوزراء. تحيات السيد العبادي لكم جميعا. لا تنسون العراق بالدعاء. شرف شرف حجي على الرأس. مرحبا مع الوزير. حياك الله. أهلا وسهلا. أنا بيك. حيا الله الشرقية. السلام عليكم. هتوزعون تأخذون. موفقين إن شاء الله. كاميرات المراقبة والتدقيق والبيانات والاعتماد أيضا على العناصر الأمنية، وكما قلنا تكنولوجيا المعلومات مهمة جدا. إضافة إلى ذلك أنه عملية المعلومات هذه متوفرة منذ الانطلاق، يعني الشيء هو ليس بمفاجئ ولا تراكمي، لذلك هذا الموضوع سهل كثير جدا عملية الإجراءات، وبالتالي وفر الوقت وكذلك جهد وتعب، خاصة أنه يعني الحرارة مرتفعة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك إجهاد على أهالينا الأحباء من الحجاج. بمعدل 20 قافلة يوميا يستقبل هذا المنفذ عبر أنظمة تقنية رقمية لا تتجاوز النصف ساعة لكل قافلة. الحجاج من جانبهم تبنوا حملة الدعاء للعراق. مخزونة كاملة بقاعة بيانات، فبيجي الجواز كامل بس مجرد أشرب الباركود، ما يتأخر عندي 5 دقائق فقط، فأكمل أطبع المتعهد عنده نسخة، وأني هذا المتعهد يعتمد هذا المنفست وهذا نفس النسخة اللي راح يأخذون ب تروح العمان، تروح المدينة، تروح المكة، هذا على ضوء يجهز للسكن والطعام، يجهز لكل الإجراءات، يعرف العدد مالته ويعرف ساعة المغادرة ب 12:30 أمتى يصل المدينة، يجهز الإجراءات كلها. أسلم على طبعا عائلتي أولا، وعلى أحبابي بالناصرية، وعلى جميع الشعب العراقي. الله يحفظهم من كل مكروه بحق هاي النية الرقيقة. آمين يا رب. دعواتكم للعراق إن شاء الله، وقواتنا آمين. الأمنية والحشد الشعبي بحق مكة المكرمة اللي رايحينها. الله يحفظكم جميعا. الله يحفظ إن شاء الله. يحفظكم كادر قناة الشرقية إن شاء الله. خليك أمي. الله يخليك أمي. الله يحفظك. هذا المنفذ الذي يعتبر بوابة العراق الغربية يحظى باهتمام خجول من قبل إدارة الأنبار المحلية، إذ تؤكد كوادر عاملة أنها مقيدة بالعمل نتيجة تهالك البنايات، ما أجبر الكوادر الطبية والخدمية على العمل تحت الخيام. من الحدود العراقية السعودية، خطاب عادل، الشرقية نيوز.